والله إن شاء الله مستعدين. طبعا إحنا مستعدين، والاستعدادات تبعنا بدأت من بداية الموسم والحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله نكون أو نقدم صورة تعكس اسم شباب الشوقية، لأنه الاسم هذا كان مختفي مع إنه هو ظهر تقريبا من قبل سنتين، ولكن هذه السنة إن شاء الله مع الدخول للرابطة إن شاء الله بنرفع اسم شباب الشوقية إن شاء الله. أنا والشباب والله لعبنا تقريبا ما يقارب 8 مباريات ودية، بس تدري دائما المباريات الودية الفائدة اللي الواحد يطلع فيها اللي هي تصحيح الأخطاء، لأنه أنت يعني بطولة كبيرة زي هذه على مستوى مكة لازم تظهر بصورة مشرفة. والله الاستعداد عليك على قولهم مو ذاك الاستعداد، لأنه تعرف بطولة الرابطة صادفت إجازة، فالإجازة هذه أثرت على الاستعدادات، ولكن حاولنا قدر المستطاع أن نلعب مباريات ودية تمام، وجهزنا الفريق قلت إلى 40-50% تمام إلى استعداد طيب إن شاء الله بإذن الله. لا الجاهزية إن شاء الله تامة، اللعيبة كلهم موجودين تمام بصحة وعافية الحمد لله، لكن يعني إن شاء الله تساعدنا اللياقة على قولهم إن أشياء إنها ما تأثر على الشباب يعني المباريات. استعداداتنا الحمد لله لنا ممكن 3 شهور مستعدين لبطولة الرابطة الحمد لله، وإن شاء الله بكرة أول مباراة لنا في البطولة، وبإذن الله بداية موفقة للجميع إن شاء الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا حنا مستعدين إن شاء الله استعداد تام للبطولة وجاهزين إن شاء الله. طبعا كنا في بطولة الشاطي وطبعا خرجنا من دور الثمانية، ولا زال يعني الشباب إن شاء الله يكونوا جاهزين في أتم الاستعداد، وطموحنا إن شاء الله النهائي. والله حنا أصلا ما قطعنا التمارين نهائيا، يعني من رمضان حنا متمرن واصلين تمارين. وبالنسبة للتكتيك يعني بنلعب يعني بتكتيك معين وطوالي، ممكن نغير الأسلوب في المباراة يعني بشكل سريع، فعلى حسب الخصم يعني اللي يكون أمامنا، شوف قوة الخصم وكيف أنقاط الضعف، قوة هجومه وكيف أسلوب لعبه، ونتعامل مع هذا الشيء. الله يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، أتمنى أكون ضيف خفيف الظل. بالنسبة للاستعدادات شغالين على قدم وساق، والحمد لله يعني بنينا مجموعة جديدة، ونقول إن شاء الله بكرة طبعا بنلعب ضد فريق له باع كبير في البطولات والمشاركات في مكة، وإحنا بالنسبة لنا كفريق جديد، فإن شاء الله بكرة أول اختبار بالنسبة لنا. والله إن شاء الله ما أقول لك إنه يعني جاهزين 100%، لكن هي كبداية دائما البداية تكون صعبة، وعلى المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، فإن شاء الله حنقدم كل ما بوسعنا ونرضي أنفسنا أول كجهاز فني ولعيبة وإداريين، بعد كده لكل حادث حديث.